يقول: ما المراد بتخطي الرقاب المنهي عنه؟ وهل النهي للتحريم؟ قال النهي للتحريم، نعم، شديد التحريم أيضا، إلا لحاجة كالإمام ما له طريق إلا مع هذا لا بأس، أو يشوف فرجه في الصف ولم تسد يروح يبي يسده ما يخالف، أما بدون حاجة ما يجوز، هذا حرام. نعم. وهل هو خاص بيوم الجمعة؟ لا، هو خاص بيوم الجمعة. نعم.